لا لا هذا مرفوض مرفوض نهائي. تحدي خلع الملابس مع اخته. ما ترعب بنتها، ما في بقلبها عاطفه. هيك ولا ايش عمري لك تقبريني؟ هي الك خصوصياتي. ما رح اقول عليك طنط، ما رح اقول عليك طنط، لانه شكلك رجال. ليلة الدخله اول شهر عسل انا وكريستينا. الله بتسلموا لي ها. وهي بوسه للنسوان رجال. لا سلام عليكم. هيك ولا ايش عمري لك تقبريني؟ هي الك خصوصياتي. اذا عنده كرامه ما بيعمل شغلات غلط. عمل مقلب شو؟ هذا غلط يا يوسف، جدا جدا جدا. يوسف اباني عمل مقلب في هاي الحلقه لمناقشه وجهات النظر وليس لتبنيها. اتزوج زواج وروج له انه سعيد، وجيب طفل صوره بحيث يطلع لطيف، واشتري بيت، عفوا استاجر بيت وقول انه هذا البيت لإلك. مبروك، انت صرت جاهز لتعمل محتوى عائلي على اليوتيوب. صح استاذه؟ لا في شغله انا ما فهمتها، هي محتوى عائلي شو هي؟ محتوى عائلي على اليوتيوب؟ يعني شو؟ فسر لي اياها بالعربي. قبل ما افسر لك اياها، اول شيء بدنا نرحب بفنانتنا القديره هدى شعراوي. الله يخلينا اياكي. الله يسلمك انت والمشاهدين والمستمعين وكل العالم. والله العظيم كل حلقه بصوره معك انا بنبسط. قلك هيك يعني؟ ايه خزيت العين حولك. اليوم المحتوى العائلي تحت المجهر ببرنامج يوتوبيا. رح احكي لك عن المحتوى العائلي. تفضل عم بستناك انا. كان يا مكان بقديم الزمان. شو هذا؟ طول بالك. شو بدينا نحكي حكاية؟ صار بدها صحن بزرق ضامي، بدها كاسة شاي. إذا كان يا مكان قديم الزمان، إذا مو حكاية على الأول خدي شو ما بدك. كان يا مكان قديم الزمان كان في شاب اسمه أنس. ايه في صبية اسمها أصالة. أنس وأصالة تزوجوا. جابوا هيك ولد هيك لذيذ لطيف، اشتروا بيت هيك لذيذ. عملوا محتوى، صاروا شو صوروا؟ صوروا خصوصياتهم، كيف بيناموا، كيف بيفيقوا، ايمتى بيفطروا، ليش بيفطروا، وين بيروحوا، كل هدول الشغلات. يعني كل حياتهم. يصوروا هذا الشيء ويعملوا مقاطع وينزلوه على اليوتيوب، ومن هون بلشت قصة المحتوى العائلي، هون بلشت العالم شافت أنس وأصالة. يا سلام والله حلو. حلو. بجنن. المعنى ايه ظريف. هلا بس لما نغوص بالتفاصيل. جاي اللي حلو ولا لا؟ يلا. تمام؟ طيب، هلا أول شغلة لازم نعملها إنه لازم نقسم المحتوى العائلي لقسمين. ليش؟ لانه في محتوى عائلي محترم تمام، ومحتوى عائلي توت. هلا بدي لك اسماء، اذا بتعرف حدا منهم قل لي. تمام. المحتوى العائلي المحترم بيشمل انس واصاله، غيس وساره، احمد ابو الرب وصبا. المحتوى العائلي التوت بيشمل يوسف قباني وكريستينا، ديانا وويلمر احمد وزينب. بتعرفي حدا منهم هدول اللي حكيتهم؟ لا والله ولا حدا. ما بعرف حدا ولا شفت حدا. انس واصاله. انا بعرف اصاله نصري بس ما بعرف اصاله تبعها. نحكي عن انس واصاله. جاهزه؟ جاهزه تفضل. انا حامل، رده فعل زوجي. شو رده فعلها؟ انا حامل، رده فعل زوجي. لك مو انا الحامل. اكيد مو انا الحامل. اكيد مو والله انت الحامل. أكيد انا حامل، رده فعل جوزي. عم فايت لك بالموضوع. هذا عنوان فيديو عاملينه، انا حامل، رده فعل زوجي. تفضل. طيب نفتح الفيديو هون. ليك قبل ما افتح الفيديو ليك الصوره البارزه. شوف بالصوره البارزه هذا انس، هي اصاله، هي بنتهم، وهي حامل بيبي جديد. ايه. هلا بالصوره حاطين ليك مثل ما شايفه، حاطين صوره هي الايكو مدري شو اسمها يعني. للولد بده يشوفه. الولد حاطين الايكو هيك. ايه على الايكو. على الايكو. ايه. بس حاطينها هيك بالفيديو وعاملين انا حامل، رده فعل زوجي. برايك هذا الموضوع مو خصوصيه ولا مزبوط. لا مزبوط. لا مزبوط خصوصيات. يعني انت برايك هلا ليش انا قلت انه يعني ما في غير مدام هدى الشعراوي بتقدر تفيدنا بهذا الموضوع انت؟ لا هذا اذا موضوع الايكو هذا خصوصيات. طيب لما هذا الموضوع ينحط بفيديو وتشوفه العالم، يعني هو هلا جايب 16 مليون مشاهده. يا سلام. 16 ومن 3 سنين. لما حدا يجيب 16 لانه خصوصي كثير. هذا كثير. طب برايك هذا اسمه محتوى عائلي يضل؟ يعني انا سؤال لساتنا بالمحتوى المحترم نحن. ها اذا انت حامل شو دخله العالم؟ ايكو لا ايش عمري لك تقبريني؟ هي الك خصوصياتي. هذا مين؟ هذا انس. أنس ورجيني يا منيح. يلا دقيقة. ها يوه. ها هذا أنس. شو ما بعرف إلا شو في. لا شغلة مو طبيعية. كمل. طيب. أنا بدي بس بدي شغلة. تفضل. هلا حضرتك
مارق على راسك ممثلين ممثلات وشايفة عالم عم تمثل شرائح متعددة من الناس. أيوة وكل شيء مثل نعرف إذا مثل ولا لا طبعاً. طيب. هلأ هون الشيء المعتمد على الفيديو كلياته ردة الفعل. شوفي لي ردة الفعل هي، هل هي تمثيل ولا حقيقية؟ والله بالنسبة له هو حقيقة، بس نحن اللي شايفينه إنه مو لهالدرجة بيعطي ردة فعل. مو لهالدرجة. لا. قلتك هي ردة الفعل. هي ردة الفعل لازم تكون بينه وبينه. أيوة ما تنتشر. طبعاً. طيب. هلا هني عندهم مشكلة موضوع الحمل ما بعرف شو هي. ليك الفيديو اللي بعده. أيه. حلو خلصنا احنا من انه انا حامل ردة فعل. أيوة. زوجي ومدري شو شفنا. طيب زوجي حامل ليوم كامل عذاب الام. شوف الصوره البارزة، هو صار حامل هي صارت طبيعيه ان شاء الله. شو شلون بده يجربوا الرجال؟ بيجرب ما بعرف حاطين الرجال بيجرب عذاب الحمل مو معقوله. ليه حاطين الصوره البارزة انه هو اتفخ بطنه؟ يعني موضوع يظهر اكل ملفوف ولا اكل فجل ولا اكل من هالاكلات. طب شو بتقولي لهم نصيحه بما انه هنيك انت شايفتيهم؟ يعني هلا هن محترمين كثير 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 حبايب قلبي، والله انتم محترمين. خلي هنيك بقى انتم الاثنين حلوين، انتم اثنين ظراف، بس خلي اسراركم بين بعضكم، مو كل الاسرار تحكوها للعالم. محتوى عائلي فهمنا، بس في شيء اسمه خصوصيه. أيوة. معنا والله يا انس واصاله والله انتم ظراف حبايب قلبي وحلوين، بعدين حلوين كثير، وان شاء الله الهي بتقومي بالسلامه. هي قامت بالسلامة مش هي هذا الفيديو من 3 سنين والله. هلا هن احنا ما عم نحكي شيء، هن كثير محترمين وما في لازم منهم، بس نحن يعني عندي تعليق انا مناقشة بالفكرة بس. ايه بجوز هن قالوا على المجهر مشان يجيهم مصاري اكثر. 16 مليون مشاهدة. اها. هلا بدنا نروح للاسف للاسف للمحتوى اللي بيوجع الراس. محتوى شو؟ توت. توت توت مين مسميه توت انت؟ نعم انا اللي سميته توت. يلا لنشوف التوت تبعك. هلا انت قلي لي اذا توت ولا مو توت. يلا ورجيني. يعني بالمحتوى التوت توت. اسمهم احمد وزينب. شو اسمه؟ احمد وزينب. يلا هدين انا سو اصاله هذول احمد وزينب. اي اسمين مع بعض؟ يعني ورجيني يا احمد وزينب. نعمل محتوى عائلي شو ما لا بدي اشوف الاحمد وزينب انا. قبل ما تشوفي احمد وزينب، ها احمد وزينب من ورا زينب ولا زينة؟ زينب زينب. احمد وزينب من مصر هم مصريين. قبل ما يعملوا المحتوى تبعهم هيك وزبطوا نزلوا فيديو من ورا هذا الفيديو انحبسوا. يا لطيف. اي والله. ليش؟ ليش؟ لانه سلامة خيرك يعني مدام زينب اللي هي اي زينب؟ لا اي زينب شفتي شو عامله بحالها؟ ليش هيك؟ اللي عملته بحالها زينب راحت دهنت وشها بالوان غريبه، نكشت شعرها وخلت الاب يمسك البنت اللي عمرها 2 وطلعت هي زينب وبلشت ترعب ببنتها. لا لا هذا مرفوض مرفوض نهائي. طب هذا بالله العظيم انا ليش عامل لك محتوى توت؟ لانه ما له اسم يعني. والله مثل ما قلت مضبوط، لانه حرام هي بنتها، هي بنتها اذا رعبتها والرعبه بتاثر على الولد. ليكي يعني هلا ليكي البنت مو انه بس ارتعبت يعني صارت تبكي. شوفي طب عادي عم يرعبوها. طيب شو اللي بيزعل اكثر؟ انه الام عم ترعب البنت، ما اختلفنا، بنقول الام فيها شيء، الاب ماسك البنت وهي عم تبكي عم تضحك لهم. طيب لما نزلوا الفيديو جاب 6 مليون 7 مليون مشاهده، هذا مو يعني شو هذا؟ انا برفض هيك شغله ابدا. الاستاذه عم تسالوا مثلي انه انتم اذا في هيك محتوى ليش عم تحضروا؟ يعني وحده عم ترعب بنتها. مزبوط صحيح، ليش عم يحضروا؟ طيب عم ترعب بنتها، ما في بقلبها عاطفه؟ ما في بقلبها حنيه؟ ولا شيء ولا اي شيء. طبعا راحوا على السجن، اكلوا لازم، اي اكلوا لازم يعني. الله يصلحكم، الله يصلحهم ويهديهم يا رب. تخيلي انه واحد هو ومرته منزلين هذا الفيديو على قناه عائليه، شوفي حمل مرته هي؟ ايه قلت لك بصير هذا الحديث. ليك معقوله؟ ايه مشان مصاري كل هالعمل؟ شوفي لي هاللقطه بس اللي عاملينها احمد وزينه. تفضلي. ايه لطيف لطيف. الله يصلحكم ويهديكم يا ماما، لا تحطوا هيك شغلات، الله يرضى عليكم عنكم اولاد. اذا اولادكم عم يطلعوا على هالمشهد مرفوض. تسلموا لي الهي وهي بوسه. نروح لشغله لطيفه ظريفه للمحتوى المحترم مره ثانيه. يلا لنشوف ظبط امورنا بس ورجيني. هلا تحت الهواء انت كنت فكرتيني انه انا بس بحكي هدول الشغلات السلبيه. والله العظيم انا زلمه منيح. هلا شوفي انت زلمه منيح يا اخي. طب روقي معي روقي معي. هدول غيس وسارة، عشان ما تفكرين انا انه من هدول. من هدول؟ غيس وسارة. غيس وسارة عشان ما تشوفين انه انا هيك جاي هيك انتم فريش العالم. والله العظيم انا بحكي الحقيقه بس. هي غيس وسارة، شوفي لي اياهم احلى. ورجيني اياهم. شوفي لي ها هدول شو؟ هدول هلا بشوف محتوى عائلي ظريف. محتوى عائلي ايوه. ايه؟ بس شوفي لي اياهم ليكي شو هيك زرع. هذا غيس، هذا غيس، هي سارة.
دقيقة بس. وين سارة اللي صوتها ملات الحارة؟ وين سارة؟ ليك سارة ها؟ هاي سارة. هاي سارة. يا سارة لا لا شو قصتهم هدول؟ غيث هو شاب سوري طلع على الإمارات عمل محتوى على اليوتيوب انشهر نجح، لا عنده إشكالات، لا عنده شغلات سيئة، ولا مرة نزل فيديو فيه هيك أو هيك، تزوج صبية هيك يعني بحبها. منين الصبية؟ سورية كمان عايشة بالإمارات، تزوجوا بعض، صاروا ينزلوا فيديوهات مع بعض، لكن ما أحلاهم، يعني لا إشكالات ولا شغلات سيئة ولا بقين لبعض. مؤدبين، أنت شلون بتشوف اليوم هيك؟ شوف. يعني ورجيني شي شغلة إلهم. سافر هون على موسكو، تمام؟ راحوا على موسكو؟ إيه، هي سارة. يا سارة. يا حلوة أنتِ. وليكو معها غيث، مع انه ليكي هدول عم يجيبوا مشاهدات كمان، مو انه ما عم يجيبوا. قديش جايبين؟ هلا هذا الفيديو تبع موسكو ما صار له كم يوم جايب مليونين، صار له 8 ايام، ليش؟ باقي اليوتيوبرز او هدول تبع المحتوى العالي ما بيعملوا هيك شغلات، ما بيعملوا شغلات ظريفة، مع انه الاثنين شغالين، شو السبب انه حدا بيعمل شيء ظريف، حدا ما بيعمل شيء ظريف؟ هدول اللي بيعملوا شغلات مو ظريفة بيتوه نظرهم. بيتوه نظرهم؟ ايوه، بيتوهوا يا حرام، بيغلطوا، بعدين بيرجعوا. طب بيرجعوا بيصيروا اولاد حلال وبيعملوا شغلات مؤدبه وبيعملوا شغلات ظريفه. طب انت هيك شايفتيهم لابقين لبعض ولا لا؟ اعطيني تقييم من 10 لهدول؟ ايه لابقين لبعض ولا لا؟ والله لابقين وحلوين. 11 من 10 روحي. 11 من 10. مين المحظوظ بالثاني؟ غيث محظوظ فيها ولا هي محظوظه؟ الاثنين محظوظين ببعضهم. المحتوى التوت العائلي بيشمل شب وصبيه صح؟ ايه بتزوجوا وجابوا ولد، صوروا حياتهم، صور كذا. هون في شيء غريب، جايبين شب واخته. ايه شو عم يعملوا محتوى هن، بس من كتر المحتوى اللي بيعملوه من كتر ما شاء الله عليهم بتحسيهم يعني بيعملوا حركات المتزوجين ما بيعملوها. ورجيني. رح بورجيكي تحدي خلع الملابس مع اخته. لا طيب. هذا مرفوض رسمي. ليك هلا هن شو عم يعملوا؟ هلا العنوان هذا للجذب، هذا العنوان للجذب طبعا كلياتنا بنعرف انه مو هيك التحدي. لا شو لا. عم يعمل؟ ليكي قال هو وهي شو بيعملوا؟ هو بيلبس ملابس النسوانية مثل مو شايفة وهي بتلبس ملابس الرجالية. طب شو هذا؟ لا هذا شو؟ هذا مشان يسحبوا مصاري. طب وين احترام العيلة؟ طيب سكري انت اشرحي لي شو هذا؟ هو ما لازم يقبل. طب وقبل شو هذا؟ شوفي لي هاللقطة يا بشو؟ ما رح اقول عليك طنط، ما رح اقول عليك طنط لانه شكلك رجال. قدم لك شوفي تيابه التانيين ما شاء الله عليه الله يحمي. نيك شو لبس هون؟ شو لابس كبت وما كبت؟ طب ليش هيك عم يساوي؟ هو هذا السؤال اللي عم نسأله، اللي عم نسألك يا يعني انت ساعديني. يعني مبرر واحد مشان يسحب مصاري بس. منروح للمحتوى المحترم الحمد لله. تفضل هلا رح نشوف احمد ابو الروب وصبا. شلون غيث مروان وساره هيك لطيفين ولذيذين واحلام؟ هدول شو اسمهم؟ احمد ابو الروب وصبا. احمد ابو الروب وصبا عندهم قناه اسمها قناه عائليه جدا، كمان بيعملوا محتوى عائلي. شوفي لي هيك مرتبون، شوفي رتابه. شوفي شو قلت لي اسمها؟ هي اسمها صبا هو اسمه احمد ابو الروب. صبا. شوفي لي الرتابه هيك ما قلزوا. عروس وعريس. عروس وعريس لا عندهم اشكالات، لا عندهم فيديو حمل، لا عندهم ايكو. هدول وين هلا؟ هدول اثنين بالاردن. ولا عندهم؟ قلت لي بالاردن. خلص الاردن كلها ناس مستقيمة إلى كان، وما عندهم وينك لا هي ولا مدري شو ولا تيست مدري مين ولا فيديوهات من تحت هذا الطاولة. هو هذا أحمد زلمة قبضاي معدل عنده هيك قناة على اليوتيوب بيحكي شغلات ظريفة، وصارت هلأ مرته صبا كمان، هي الصبية بتغني هيك مرتبة مع أحلام. نرجع نفس الموضوع، إذا حدا عم يعمل محتوى عائلي نحن ضده شيء؟ لا. طب شو يعمل إذا عشان ما اكون ضده؟ ليش انت ضده؟ لك لا انا اذا هيك المحتوى والله العظيم على عيني وراسي. ايه انت زعلان من هدنكين زين ابو احمد. والله العظيم بالتالي شايفتي احمد؟ ايه شو كان بالزمانات من زمان لما كان اصغر من هيك سفاح للمحتوى العائلي، اي حدا يعمل محتوى عائلي تلاقي يحكي عليه وينزل فيه مثلي هلا يعني، ينزل فيه وليش هلا صار منكم واليكم والسلام عليكم. هي الفكره صار هلا شو؟ سبحان الله دارت الدنيا لك صار عنده محتوى عائلي. لهيك نصيحه لا تحاول تكون مثالي كثير، لانه اول شيء اذا تكون مثالي هذا الشيء بتعب، ثاني شيء احيانا تضطر انك تكون مالك مثالي. مزبوط، هي اول كلمه بتحكيها مزبوطه. اول كلمه صار لي ساعه قاعد اول كلمه بحكيها ابدا هي الكلمه المزبوطه. الله ما يعرف افرح ولا اذا نحن بنحبه لاحمد ابو الرب وصبا ما عم نحكي شيء ابدا. اي والله حبايب قلبي عم نمزح انتو يعني. كثير ظراف ومؤدبين وحلوين وربي يخليكم لبعض. وانا وياكي بدنا نطلع على الكاميرا نطلب من غيث مروان
وسارة وأحمد أبو الروب وصبا إنه بالله العظيم خليكم عم تعملوا فيديوهات مثل هدول ولا تعملوا فيديوهات غريبة مثل تبعات إيه والله حبايب عن جد عم نحكي بعدين لابق لكم الفيديوهات لا بقلكم. حلوين خلص. حلوين وظراف وأنتوا لابقين لبعض خلوكم وإن شاء الله بتسلموا لي ها وهي بوسة للنسوان رجال لا سلام عليكم طيب بصير أنا خلص الحلقة بدون ما أوجه رأسنا ليش بدك توجه رأسنا المحتوى اللي بدنا نستهدفه هلا هو محتوى توت هذا ليك شو بده بده حب وجع راس ايه؟ بده مرخي عضلي وبده طيب ليش بدك تورجيني اياه ضروري وجعني راسي احنا بدنا يعني مضطرين والله مضطرين طيب ورجيني لشو وبده كمان زهورات ومليسه ويانسون كل شيء بيرخي الاعصاب ما في عندكم زهورات ومليسه ويانسون احلى كاسه مليسه والله ما يعرفان شو بدي فت لك بالسيره يوه كثير مستصعب الامر والله لو تعرفي انا شو بدي احكي هلا دخيلك احكي بس عم ترجيني صور بلا طعمه والله شو صور بلا طعمه انت هلا طيب ورجيني الطعمه كلها هلا ورجيني الطعمه طيب شاب اسمه يوسف اباني يوسف اباني هذا الشاب تزوج وحده هيك المانيه طلع على المانيا تزوج وحده المانيه اسمها كريستينا شو اسمها كريستينا بيترك الموضوع هيك لا والله بده يعمل محتوى عائلي ايه بيخبص بالمحتوى العائلي شو خبص بالمحتوى العائلي الفيديو العنوان تبعه شو العنوان؟ والله ما يعرف شو السيرة فوت أو قلبي أو قلبي خلاص ليلة الدخلة أول شهر عسل أنا وكريستينا تفضلي شو عم يعمل؟ شو ما عم يعمل شيء شو ليلة الدخلة أول شهر عسل أنا وكريستينا في حدا بيعمل فيديو هيك بيصوره هيك بينزله هيك الواحد شو بيقولوا يعني بيعمل اللي بده اياه اللي خاطر على باله يعني هيقول للعالم اذا عنده كرامه ما بيعمل شغلات غلط ايوه فهمنا شيء يعني انا ما عرفان شو بدي فتلك بالسيره والله العظيم عن جد ليك شو العنوان يوسف اباني عمل مقلب بالايش معلش احكي حكيت يعني. كل شيء احكي ككة. هلا هو كاتب يوسف اباني عمل مقلب يعني شلون نحكيها يعني يعني مستحي انت والله العظيم شو بدي اقول لك ليكي ليكي شو كاتب اقرا لك عنوان مثل مكاتبه ايه؟ طيب يوسف اباني عمل مقلب هيك كاتب هو عمل مقلب شو هيك كاتب هو في بكريستينا وخلاها تلحس بلسانها هيك هيك يعني واحد بينزل مع مرته هيك لا بعدين بينزل هذا غلط هذا غلط يا يوسف جدا 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 قولي له شي كلمه انت ابن الاباني وانتوا ناس معروفين وانتوا عائلة إلى قيمتها ومرموقة ايه مو معقول بس هذا المشهد غلط والله غلط تقبرني لبقى تعيد روحي ايه هيك نحن منكون وصلنا لآخر حلقة المحتوى العائلي مع فنانتنا هدى شعراوي تزوجين ولا لا؟ لا خلاص شكرا كثير لك ما بحطك برقبتي بنوب نوب والله بريء والله العظيم عم قلن هديك المرة عيونك البريء الله يسامحك والله كيكي كيكي تقبر قلبي ايه انت بجوز ليه انا لا ليه انا لا لا تعرف بس الفرق هذا انا وشي رحمان اسمع هذا يعني ما بعرف يعني بيعجبني كله كله على بعضه يعني عادته ابني شو انا انت بالعكس انت يا عيونك قال بريئة لو النبي عبده سلام مالك بريئ ابنه وين رايح جنبه يلا سيد داون اها ايوه اوكي اوكي في شغله مهمه يعني لاي حدا عم يحضر هذا الفيديو ان كنت بتعمل محتوى ولا كنت ما بتعمل محتوى خلي براسك على طول انه العيله على طول رقم واحد طبعا على طول العيله رقم واحد لكن. دائما ف بالله العظيم اي حدا بيعمل محتوى عائلي بس قبل ما تنزل فيديو شوفوا احضروا شوفوا مناسب تمام اذا حضروا اطفال عادي اذا حضروا ناس كبار عادي هل انت عم تنشر خصوصياتك ولا لا كتير ما رح تزوجيني ان شاء الله جواز برصي حاجه تقول لي جوزيني ما والله وراكي لك وراكي ما بكفلك انه تعمل وراكي وراكي والزمان طويل الا ما تزوجيني وانت بدك تزوجيني شو بدك اياها تقبرني ببيضه ولا شقره ولا حمره ولا سوده ولا فينا هالكاميرا شوي لنحكي